بعنوان تنظيف الأسنان أو غسيل الفم بالماء والصابون لفضيلة الدكتورة جزي علي منصور زينة والدكتور عبد المجيد سيد أحمد عطية. ماما حبيبته وحبيبته، اتفضلي فضيلة الدكتور تقولي لهم أيه على السنان الأسنان. أي واحد عندكم جابتين، أي عيلة، أي راجل، أي مرض، وأي واحد يعني أنت أنا بطلع عليها غير خبريها عليه يغسل بالمية العادية دي، المية والصابون، ويغسل وكذا يغسل وأنا كاتبين ده كده في مكان تلات لحد ما يروح الريحة خالص. وتقعد نوبة وتدخل على طول. كل يوم نوبة. لا في اليوم كم مرة؟ لا كل ما تغسل وشك او وشك عليك بس بالميه والصابون انا مخاط دايرين كتير. ايه اللي بيمثل انا معقولة السنان؟ هي السنان بس. جزاك الله خير جزاك. ما بتمثل انا كده بيمثل واللي ما له سنان خالص هو اللي ولا في كتير في المثل السنان اللي بتجيب المثانين. اه بس بالمية والصابون. طول المحاضرة ماء وصابون. يلا خلص يلا.
شكرا على المعلومات المفيدة، فأدك الله المعلومات جميلة، ربنا يديك الصحة ويبارك. بارك الله فيك يا دكتورة جزي، معلومات عن الأسنان، عن غسيل الفم، مش الأسنان، هي أسنان مل، غسيل الفم، اغسلوا حنك واغسلوا فمك، غسيل الحنك، غسيل الفم، الحنك، السنان مل، اللسة من فوق كده بالصابع، راح جاي بتمضمض بمية. شكرا على المعلومات، غسيل الفم، غسيل الأسنان، غسيل الفم، كل حاجة إلى ونشرها لك إن شاء الله. من شهر الفيديو بتاعي بإذن الله لا هيعمله إن شاء الله. سلام يا رب، ربنا يديك الصحة ويبارك. شكرا شكرا. أضرب عنوان تنظيف الفم الأسنان بالماء والصابون دكتورة جزاها منصور زي ما حكيت، دكتورة عبد المجيد سيد أحمد عطية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.